السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الفلتر سخن قوي انا نعرف مع بعض ايه السبب انه يكون سخن وايه السبب انه يكون بارد وايه السبب انه يكون متلج او مفيش اي سخونية عليه. لو سخن قوي ده بيكون مشكلة، حاجة من الاتنين، يا اما المكثف قصير اقصر من اللازم، مش الطول المناسب، وده بيحصل في الديب فريزر افقي، او بيكون المكثف جنب الماتور بيكون صغير، فطبيعي ان الفلتر يكون سخن. طيب لو تلاجة عادية ممكن اليودر، في يودر او اللي بيمشي داخل التلاجة ده تكملة الشبكة الخارجية، ده بيكون ملغي ومش متعوض مكانه، فبيكون لازم الفلتر بيكون سخن. دي قصر الشبكة او الشبكة اصغر من اللازم او اضيق من اللازم، فبيكون مشكلة الفلتر سخن. طيب حاجة تانية، ممكن لو انت مركب كبرلي، الماسورة الشعرية الصغيرة دي بكون واسعة، لو واسعة زيادة عن اللزوم بتسبب برضو سخونية الفلتر، فدي اسباب السخونية. طيب لو بارد في برودة وجامد جدا، ده بيكون سدد في الكبرلي، سدد جزئي، الفلتر كله الفريون كله بيتجمع بيمشي هنا وبيجي يقف عند السدد الكبرلي، فبيتلج هنا او بيعمل تلج على الكبرلي او سعوية جامدة على الفلتر. طيب الطبيعي، الطبيعي يكون نفس درجة حرارة الجو، السخونة نفس درجة حرارة الجو العادية او ادفى سنة، يعني يكون دافي بسيط مش سخن قوي ولا بارد خالص. طبعا وده بنعرفه من ان الشبكة بتكون سخنة من الاول وتنزل برودة تبرد 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 لحد ما يكون هنا سخونة بسيطة خالص اخر الشبكة، وهنا بالتالي في الفلتر بيكون السخونة بسيطة او دافي بسيط، وده الطبيعي عند الشحن علشان تكون شاحن كويس. اما لو لقيت سخونة جامدة ففي مشكلة في المكثف، سخونة لو مش شديد قوي مفيش مشكلة لو اليودر ملغي او حاجة، اما لو برودة ده بيكون سدد ولازم الفلتر، لازم الكبرلي تشوف اللحام، ممكن يكون اللحام سادد او الفلتر الكبرلي فيه سدد من زيت او اي حاجة محتاج تنظيف. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليق.